مشاهدينا ومرحبا بكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا فقرتنا روشيتا طبي. حنتكلم فيه عن حساسية العيون، وعشان نتكلم أكثر عن الموضوع ده معنا دكتورة صفاء عبد الرحمن سيد أحمد، اختصاصي طب وجراحة العيون. أهلا ومرحبا بك، وبنهدي لك اللحن. أهلا وسهلا، تشرفت. كيفك؟ تمام الحمد لله، تسلمي. أول حاجة عرفي المشاهدين عن حساسية العيون. طيب، حساسية العيون هي التهاب تحسسي، هي نوع من الحساسيات الشائعة. التهاب تحسسي بصيب الملتحمة، الملتحمة دي اللي هي غشاء شفاف بغطي بياض العين والجفون من الداخل. هي كردة فعل، يعني العيون أو الزول بتعرض لمحفزات أو مسببات للحساسية دي، زي الغبار، خلاص، أشعة الشمس القوية، الإضاءة القوية. فالحاجة دي بتخلي سبحان الله جهاز المناعة في الجسم، هو طبعا مسؤول من مهاجمة البكتيريا والفيروسات، فبيقوم يهاجم المحفزات دي في العين، فبتحصل ردة فعل. بيحصل فيها إفراز لمادة اسمها الهستامين. المادة دي هي المسؤولة من الحكة والإحمرار والإنزعاج اللي بيحصل للزول. طيب دكتور، المضاعفات أو المشاكل اللي ممكن تسببها حساسية العين المتكررة بتكون زي شنو؟ طيب، طبعا الحساسية هي أكثر في الأطفال، لأنه الجهاز المناعي بتاعهم أقوى، بتكثر أكثر في الذكور أكثر من الإناث. الحاجة الثانية إنه زول لما تجيه الحساسية أول حاجة بيعملها بدعك عيونه، فحكة العين دي ذاتها ولمسافات طويلة، وفي ناس بتكون عندهم الحساسية دي حاجة مزمنة متكررة طوال، يتعالج منها بيجيو تاني، يتعالج منها بيجيو تاني. فالحكة دي بتعمل زي مشكلة في الجفون، بتأدي ممكن للتدلي بتاع الجفون خصوصا في الأطفال، لأنهم زول بيكون في دور نمو. الحاجة الثانية، في ناس عندهم قابلية لمرض اسمه القرنية المخروطية. القرنية المخروطية هي تنتج نتيجة لضعف في القرنية، فالزول لما يحك عينه الحاجة دي بتخلي المشكلة بتاعت القرنية المخروطية تبرز، فبالتالي هي ممكن تؤدي لأنه الزول يفقد نظره إذا ما تعالجت أو إذا ما تشخصت بصورة صحيحة. الحاجة الثانية هي ما الحساسية ذاتها، لكن العلاجات الممكن يستعمل الزول. يعني دائما الواحد لما تحصل له حاجة بيسأل صاحبه، بيسأل أخوه، بيسأل زوجه قريب، يقول له أنا استعملت القطرة الفلانية ومشيت للصيدلة الفلاني أداني الحاجة الفلانية. القطرات دي كلها في منها أنواع نحن ما بنبدأ بها العلاج، ليه؟ لأنه بيكون فيها مادة كورتيزون، السيرويد. الكورتيزون ده استعماله مسافات طويلة برضو لبعض الناس إنه عندهم حساسية للحاجات دي، إنه يحصل له ارتفاع في ضغط العين لا قدر عملها طوالي طوالي طوالي، تؤدي للمويه السوداء. طب دكتور، المساله بتاعت قطره العيون واستخدامها الشعب كثر، والناس بقت تمشي الصيدليات وتشتريها ساي بدون روشته طبيه او بدون ما طبيب يكتب لها. احنا حنواصل في الكلام ده لانه حاجه مهمه جدا، لكن حنطلع فاصل ونرجع راجعين. مشاهدينا فاصل ونرجع لواصل. رجعنا من جديد، تواصل معكم مشاهدينا في كل مكان، وكان وقفنا قبل الفاصل دكتوره صفاء في قطرات العيون والاستخدام لها بدون استشارة الطبيب. بأنها هي منظف للعين وغيره، وكل واحد بيكون احتياجه لها مختلف. نواصل في الكلام عنها. طيب، كنا بنقول انه في بعض القطرات اللي هي فعلا الناس بتستعملها للحساسية والاحمرار بتاع العين، لكن بيكون فيها مادة اللي هي مادة الكورتيزون، اللي هو المادة دي لها أثر كبير في زيادة ضغط العين لبعض الناس، أو استعمالها فترات طويلة ممكن يعمل المويه البيضاء برضو. فالحاجتين دي الناس لازم تنتبه لهم شديد، يعني ما هي قطره تتصرف لك من صيدلي او يصفها لك زول، لازم تستعملها، لازم يرجع لطبيب العيون قبل ما يستعملها عشان يعرف الحاجه دي. ثاني برضو من المشاكل اللي ممكن تحصل في العين اللي هو برضو من الدعك بتاع العين، ممكن تحصل قرح في العين، ممكن تحصل ثاني برضو يعني الحساسيه بدون ما تعالج برضو بتؤدي الى جفاف العين، اللي هي برضو مشكله كبيره يعني الناس كثيرين بيعانوا منها. طيب، والعدسات اللاصقه لها تاثير بالتاكيد، وكمان المكياج طبعا اكيد دي واحده من الاسباب بتاعت الحساسيه. في اسباب كثيره للحساسيه، في ناس عندهم القابليه للحاجه دي، يعني في زول في اسرته والده ووالدته او في الاسره بكون عنده العامل الوراثي بتاع الحساسيه ده، فبورثه له، فده بكون عنده قابليه اكثر للحاجه دي. الحاجه الثانيه، التعرض لاشعه الشمس القويه، التعرض للاتربه، التعرض للغبار، التعرض لوبر
بتاع الحيوانات، المنظفات الايام دي، المطهرات والكورونا وكده، الصابون، البودره، مبيدات الحشريه، الحاجات دي كلها. برضه بالاضافه للعدسات اللاصقه، انه زول بيلبسها مسافه طويله، الحاجه دي برضه بتؤدي للحساسيه. عشان كده احنا بنفضل انه الناس تستعمل الون دي، يعني العدسه استعمال واحد واليوم الثاني طوال تستعمل عدسه جديده، دي بتكون افضل. الحاجه الثانيه برضه بعض انواع المكياج المقاوم للمياه، برضه انه بيقعد في العين مسافه طويله، حتى الزول لما يجي ينظفه لازم ينظفه بطريقه معينه، لانه المواد دي لما تقعد في العين برضه بتعمل تحسس للعين. طيب يا دكتوره، في حاجه مهمه جدا، ان هو العلاقه ما بين الحساسيه والفصول. يعني مثلا في فصل الخريف ممكن نلقى حساسيه العيون بتزيد، علاقتها شنو بالفصول؟ وطبعا المسمى بتاع الحساسيه دي في ناس بتسميه الرمد الربيعي، يعني لانه هو مرتبط بفصل الربيع. ارتباط بالربيع او بالخريف له علاقه، يعني الحاجه دي ممكن تكون في الخطات اللي فيها الزراعه اكثر، سواء كان من الشجر، سواء كان من الاعشاب، الزهور، الحاجات دي ممكن تعمل المشاكل دي. الحاجه الثانيه هو رمد ربيعي، لكن اشعه الشمس برضه ليها دور كبير، والحراره المرتفعه، درجات الحراره المرتفعه برضه الحاجه دي ليها دور كبير في الحاجه دي. فهو نحن بنقول الربيع، لكن قد يستمر على طول السنه. للمسببات الاخرى، عوادم العربات برضه من المشاكل اللي برضه بكثره الحساسيات. بالنسبه للمزارعين المبيدات، المبيدات الحشريه برضه الحاجه دي من الحاجات اللي ممكن تعمل الحساسيه. عشان كده الزول لما يكون شغال في حاجه لازم اول حاجه يعملها، خصوصا لو كان بيتعامل مع مبيد حشري، او كان شغال في الزراعه، او كان بيتعامل مع الحيوانات، اول حاجه يعملها قبل ما يمشي اي حاجه يغسل يدينه ويغير ملابسه حتى بعد ذاك يتعامل. طيب يا دكتور، برضو الهواتف لها تأثير كبير على حساسية العيون. هي يعني الهواتف هي تأثيرها، يعني هي ممكن الزول اللي بيكون عنده الحساسية ممكن يتأثر بها أكثر برضو، لأنه هو المشاهدة أو التركيز في الهواتف صفات طويلة بيعمل حاجة تانية اللي هو جفاف العين. في ناس بتخلط بين الاثنين، بين الجفاف والحساسية، لأنه أعراضهم قريبة لبعض، زي ما قلنا الحكة والإحمرار، تورم في الجفون، إفرازات دمعية كثيرة، إفرازات مخاطية كثيرة، حرقان في العين، خلاص هالات سوداء، الحاجات دي كلها. وزول بيقول لك إنه أنا حاسة كأنه فرملة في عيني أو في تراب في عيني. فالحاجات دي كلها متشابهة بين الاثنين، بين الجفاف وبين الحساسية، فليها دور يعني، لها تأثير. طيب يا دكتورة، طرق الوقاية عشان الناس تتخلص من حساسية العيون؟ قالوا الوقاية خير من العلاج. نعم، اول حاجه في الوقايه لازم الزول يعرف الحاجه اللي ما بتنفع معاه ويبتعد عنها. الحاجه اللي بتسبب له الحساسيه دي شنو؟ هل هي نوع معين من الروائح؟ هل هي في ناس طبعا بيحبوا يقتنوا الحيوانات، الكلاب، القطط في البيوت، برضو في ناس بيكون عندهم تحسس من الحاجه دي بالذات، يعني الزول ما بيكون خدت باله انه ممكن الحساسيه تكون من الحاجه دي، فبرضو الزول المفروض ينتبه للحاجه اللي هو بتقلي الحساسيه تظهر له، او اول ما يظهر بالاعراض الحاجات اللي عملها شنو. فهو البيئه اللي حولك هي اهم حاجه في الوقايه، انه انت تحافظ عليها. الحاجه الثانيه لبس النظارات الشمسيه، درجة الحراره، عدم لبس العدسات اللاصقه مسافات طويله، برضو زي ما قلت اي زول يعني شغال في مزرعه او بيتعامل مع الحيوانات، ما طوال يهبش وشه او يهبش عيونه لازم يغسل يدينه. ثاني حاجة، أول ما الزول يحس بالإحساس ذا يمشي للمكمدات الباردة، لأنه أول ما يبدأ يحك ما حيقيف. فأول ما يحس بالإحساس ذا مكمدات باردة، 5 دقائق 10 دقائق كده في العين وهي مقفولة بشاش أو قطن، ما بمناديل، لأنه المناديل فيها برضو نوع من العطور والروائح اللي برضو ممكن تزيد الحساسية بتاعت العين. طيب يا دكتورة صفاء، احنا عايزين تدينا روشتة كده فيها نصائح وإرشادات عشان نتجنب حساسية العيون. تمام. طيب نحن بنقول انه لازم الزول ينوم فتره كافيه، لانه الحاجه دي طبعا لها علاقه براحه الجسم وراحه العين بالذات. الحاجه الثانيه زي ما قلنا، يتجنب الخروج في درجات الحراره العاليه او التعرض لاشعه الشمس المباشره او الاضاءه القويه. يبتعد عن المسببات اللي هو المفروض يعني كل ما له يتعلم او يعرف الحاجه اللي بتعمل له المشكله دي يبتعد عنها. نظارات الشمس مهمه شديد برضو، وزيارة الطبيب في حالة إنه الإنسان حس بأي حاجة، ما يأخر الحاجة دي، لأنه هذه مهمة شديد.
في التشخيص وفي العلاج. عشان كده ختمت باخر حاجه وزياره الطبيب. احنا سعيدين جدا بزيارتك لنا اليوم وحضورك معنا في استديوهات مساء الجديد. شكرا لك جزيل الشكر دكتوره صفاء عبد الرحمن سيد احمد اختصاصي طب وجراحه العيون. اهلا بكم ده الشرف. السلام. احنا لسه متواصلين معكم مشاهدينا في كل مكان. فاصل نرجع نواصل.